نعم، الحقيقة أمام تحدي، وفي تقديري تحدي كبير جدا، وبات التحدي ينذر بمقدمات انهيار للحكومة، لأنه احنا الآن نترقب معالجة ما يجري في إقليم كردستان، وتقادمت الأيام على حادثة اغتيال المواطن الأمريكي. ما هذا مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية، هذا ليس مزدوج الجنسية، مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية وتم اغتياله، وإلى الآن لم تعطي الحكومة تفاصيل حول عملية الاغتيال. ما كانت عابرة في العاصمة معقل صنع القرار السياسي، في منطقة تشكل الحزام الآمن للمنطقة الخضراء التي هي المعقل الأخطر لمنظومة القيادة والسيطرة في الدولة العراقية، وإلى الآن هناك عجزا حكوميا، ناورت سحبت الملف من الداخلية بالوقت اللي هو طبعا يفترض أن يكون التحقيق للداخلية على اعتبار في المجال اللي يتمارس بالداخلية النشاطة، سحبت الملف إلى المخابرات، ولا المخابرات أعطت تفاصيل ولا الداخلية استطاعت أن تصل إلى حلول، علما أنه هذا قضية استهداف الرعاية الأمريكان، بل الوجود الأمريكي هو مطلب إيراني ينفذ بأذرع حليفة داخلية. هل تستطيع الحكومة فك الارتباط مع هذه الأذرع المحلية وتنفيذها للمطالب الإيرانية؟ وهل ممكن أنه إيران إذا وجدت أن هناك التفافا أو تسويفا فيما يتعلق بإقليم كردستان وقامت بعملية اجتياح، هل سيكون القرار السياسي في العراق قوي وجريء بتحريك الموارد الوطنية ودفع الجيش لحماية الإقليم؟ لأنه من حيث التقييم هذا التهديد ليس تهديدا لإقليم كردستان، وإنما تهديد للعراق، والتهديد من حيث التوصيف هو تهديد سيادي وليس لإقليم كردستان. جميل، بتقديرك لماذا سيدي الكريم؟ ما يطلق عليه بقوة حماية